المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مطروح مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف بعد التحية، كيف تكون؟ بالفعل محمد، يعني اتخذت وزارة السياحة والآثار بداية من عودة أو قرار عودة السياحة في الأول من يوليو إجراءات احترازية هامة، ويعني طبقت نظام التباعد الاجتماعي بالإضافة أيضا إلى يعني ضرورة وجود المطهرات في مداخل الفنادق وفي الريسبشن وفي الغرف، وأيضا اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالنظافة داخل الغرف الموجودة في الفنادق، بالإضافة أيضا إلى وجود لجان للمرور على الفنادق والمنتجعات السياحية، تلك اللجان مشكلة من المحافظات ووزارة الصحة ووزارة السياحة، بالإضافة أيضا إلى الاتحاد العام للغرف السياحية، وظيفتها المرور ومتابعة الاشتراطات الصحية في الفنادق، بالإضافة أيضا إلى أن الفنادق التي تقوم باستقبال النزلاء هي أيضا حاصلة على الشعار الذي وضعته وزارة السياحة، وشعار يعني الفنادق التي تطبق النظام الصحي وفقا للإجراءات المتخذة بعد أزمة كورونا. للحديث أكثر حول تفاصيل الإجراءات المتخذة هنا داخل محافظة مطروح، معي على الهواء مباشرة الأستاذ أيمن جاد وهو مدير مكتب بوزارة السياحة والآثار في محافظة مطروح. أستاذ أيمن برحب بحضرتك. عايز أعرف أنتوا قرار اتخاذ السياحة، قرار عودة السياحة عندكم في محافظة مطروح ضمن المحافظات الثلاثة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، كلمنا على الإجراءات اللي خدتوها وتطبيقها على أرض الواقع. أولا أهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين في محافظة مطروح ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة. محافظة مرسى مطروح طبعا مدينة السحر والجمال، وأهلا بكم. بالنسبة لإجراءات الاحترازية وما اتخذته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية واتحاد الغرف السياحية أو غرفة المنشآت الفندقية، وضعوا مجموعة من الإجراءات. الإجراءات دي وفقا لإرشادات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية. مجموعة الإجراءات دي الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على المواطنين أو رواد المنشآت السياحية والفندقية. الإجراءات دي بتبدأ من أول ما بيوصل النزيل للمنشأة أو الفندق، بتبدأ من أول الباب، بيتم تعقيم الشنط اللي معاه، هو بيتم قياس درجات الحرارة ليه، بعد كده بيدخل الفندق في عملية الاستقبال على في الريسبشن، لازم برضه يطبق إجراءات التباعد الاجتماعي. الأدوات اللي بتستخدم كلها استخدام مرة واحدة، كل الإجراءات دي أساسا للحفاظ على صحة رواد المنشآت الفندقية. كلمني بقى على الإشغالات والنسبة وصلت كام؟ هل نسبة 50% فعلا بتم إشغالها ولا ما زالت الأعداد برضو قليلة؟ نقول لحضرتك هو حاليا في النسبة بتتراوح في محافظة مطروح من 15% ل 20%، وتتراوح وتزيد وترتفع وتقل وفقا لفترة الويك إند. تعرف محافظة مطروح بيجيها غالبا الخميس والجمعة والسبت، فبس احنا بنقترب من نسبة 50%، ولكن ما بالعموم لم تتحقق حتى الآن، احنا بس قربنا، بس ده برضو ليه أسباب. احنا في امتحانات ثانوية عامة لسه لازالت مستمرة. محافظة مطروح من المحافظات اللي بتعتمد على سياحة داخلية إلى جانب السياحة الخارجية. طبعا وزارة السياحة والآثار مع وزارة الصحة مع غرفة المنشآت احنا اتحطت كل الاشتراطات، والحمد لله. طبق يا فندم على أرض الواقع ولا هل هذه الإجراءات متخذة؟ موضوع التطبيق، احنا مرينا على المنشآت وأكثر من مرة، لحد ما المنشآت الحمد لله نسبة أكثر من 50% من الفنادق في محافظة مطروح حصلت على شهادة السلامة الصحية. الإجراءات أنت حضرتك يمكن دخلت بعض المنشآت وشفت الإجراءات مطبقة حتى على حضرتك، رغم أن أنتوا إعلاميين، بدأت معاك من أول الباب. بالفعل ده حصل، يعني الإجراءات طبقت عليها. تمام، الفنادق يعني الحمد لله ملتزمة، إلى جانب أن احنا اللجان بتمر على الفنادق بصفة مستمرة، يعني حتى بعد ما حصل على الشهادة. مش أخيرا يا فندم، معلش نظرة لضيق الوقت، أمتى هنشوف يعني الجمال الموجود، الصورة الموجودة، البحر، الشمس، اي حد سائح في العالم يتمنى يشوف المنظر ده، امتى هنقول مطروح على خريطه السياحه العالميه؟ مع وزارة السياحة والآثار مع معالي الوزير يعني بيسوقوا لمحافظة مطروح تسويق كويس، ومحافظة مطروح بالفعل بتستقبل جنسيات أجنبية، ومن أكثرهم الجنسية الإيطالية. في السنوات السابقة عندنا جنسيات إيطالي وأوكراني، وكان في فترة من فترات ألماني، بس يعني محافظة مطروح جاية، هي مستقبل السياحة في مصر في الفترة الجاية إن شاء الله، وإحنا نأمل إن ده يكون في الفترة القريبة بإذن الله.
طبعا انا بشكر حضرتك جدا استاذ ايمن جاد مدير مكتب وزاره السياحه والاثار في محافظه مطروح. يعني محمد اذا يعني تحركنا كثيرا قليلا بالكاميرا نجد يعني احنا الان في وقت الظهيره ويوجد بعض المصطفيني الذين يتواجدون الان هنا على الشاطئ، ولكن ايضا وفقا لتطبيق الاجراءات الاحترازيه المتبعه من وزاره السياحه والاثار ووزاره الصحه بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحيه، لكن يعني الجو هنا يعني اذا قورن بالمحافظات الاخرى فهو يعني الجو جميل جدا، يعني نسبه سطوع الشمس، المنظر البديع الخاص بالبحر هنا البحر المتوسط الذي تطل عليه محافظه مطروح، هو هذه الامور هي التي يحتاجها السائح عندما يعني ياتي الى مصر وياتي الى الفنادق او المنتجعات السياحيه داخل جمهوريه مصر العربيه. زميلي أشرف مبارك أشكرك على الجولة التي تقوم بها منذ الصباح الباكر في أرجاء محافظة مطروح المختلفة، كنت معنا في الصباح في جامعة مطروح والآن على إحدى شواطئ مطروح، شكرا جزيلا ليك يا أشرف.